كابتن هاني زي ما قال الكابتن علاء وكابتن اسامه، الاداء اتحسن بعض الشيء الشوط الثاني، ولكن برضو افتقدنا الحلول الهجوميه. يعني انت جيت في فتره من فترات بتقول لما احنا مش عارفين نبدا من تحت والشناوي بيلعب الكور الطويله، فاحنا المفروض الكره الثانيه المفروض احنا نلعب عليها. كنا بعيد عن الكره بالظبط، احنا كنا بعيد. خلينا نتكلم الاول في النقطه الاولانيه. احنا طبعا الطموح قبل المباراه كان طموح مشروع لكل جماهير النادي الاهلي، صحيح، وان جماهير النادي الاهلي دايما طماعه ودايما عندها المكسب، حتى لو بيتلعب احسن فرقه في العالم بيكون نوع من الامل ونوع من الطموح، طموح مشروع جدا. طيب. نتيجه المباراه نتيجه اعتقد نتيجه عادله بالنسبه لمجريات المباراه. كمان على الورق نتيجه طبيعيه ان البايرن يكسب الاهلي، لكن خلينا نقول كل الشكر للاعيبه النادي الاهلي، لان واحنا كلاعيبه عارفين قد ايه المجهود اللي اتبذل جوه الملعب. في بعض الحاجات اللي كانت ممكن تبقى احسن. أيوة. لكن خلينا اللي ظهر المباراه بالشكل دوت هو احترام البايرن ليج. صح، لو اي مباراه مع فرقه كبيره ممكن الفرقه ديت ما تدكش احترامك، ما بيكونش فيها تركيز قوي بالنسبه لك، فلما انت بتنزل بيكون عندك مساحات هم بيفاجئوا بمستواك داخل الملعب. النهارده من خلال رؤيه فليك قبل المباراه، من خلال كمان اول نص ساعه من المباراه من لعيبه البايرن، لا نازلين مركزين قوي، واضح جدا ان هم مذاكرين النادي الاهلي بشكل كويس. التوتر اللي الكابتن علاء قال عليه كنا نتمنى التوتر ده يروح اول ربع ساعه. أي. ويبقى تحس انك كمان موجود في الملعب، انك بتستمتع بالمباراه، لكن البايرن ما ادكش فرصه تعمل كده بصراحه. صح. يعني حتى ما ادكش المساحه انك تدخل جوه المباراه ولا تقدر تخش المباراه بشكل كويس. الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني، يعني بدايه الشوط الثاني اول ربع ساعه لا بدا في مساحات شويه، وبدانا نمسك الكوره بشكل احسن. وصلنا شويه لمنطقه ال 18 بس ما فيش فينش، فبدات شكلك يبقى احسن شويه، لكن بعديها رجعنا ثاني لنفس عمليه الاستحواذ بالنسبه لهم. الكره الثانيه لو اتكلمنا على ان ازاي كنا نبقى ممكن نكون احسن شويه، ضغط عالي من البايرن، يبقى ما عندكش فرصه انت كمان يا شناوي انك تلعب الكوره مظبوط لحد وتبدا هجمه. طيب الشناوي كان بيلعب كوره طويله، عند كوره طويله معناها انك تلعب الكوره الثانيه معانا على الشاشه قدامك. طبيعي ده الضغط العالي، طبعا فريق البايرن ضغط عالي يعني بيضغطوا خلاص، مفيش فرصه للنادي الاهلي. الشاشه ما عندنا برده الضغط العالي، مفيش فرصه للنادي الاهلي ان هو ممكن يحضر بطريقته اللي بيحصل بيها في الدوري المصري، انك الناس بتديك مساحات فبتبدا تحضر. في الوضع ده يا كابتن هاني المفروض اللي يحصل بقى ايه؟ الوضع ده المفروض جدا ان محمد الشناوي يقول لخط الظهر، يقول لايمن اشرف وبدر بنون اطلع زق لقدام لغايه دايره النص، يعني لغايه تطلعهم لغايه دايره المنتصف، لان الوضع دوت مش هتقدر تبني بيه. فتخيل انت دلوقتي الشناوي مطلع كل الناس دي قدام، لو لعب الكره الطويله وحتى هم خدوا الكره، انت بتسقط في نص الملعب. تلعب على الكره الثانيه هيبقى لعيبه النص قريبين منك. صحيح. هناخد الكره ونبدا حتى نمسك كره في نص الملعب. صحيح. نمسك الكره في نص الملعب، لكن اللي كان بيحصل ان مثلا الشناوي بيحاول يطير الكره لقدام لحسين الشحات او يطيرها الكهرباء، ده مش تارجت. حتى لو ما خدهاش بيبقى الكره الثانيه بياخدها كيميتش، بياخدها كارل مارك. فدي كانت استحواذ، ودي اللي كمان بتخلق، يعني ده بنتكلم عليه، كل الخطوط ديت اللي واقفه هتلاقي اللي عليه دايره، ده اللي بياخد الكره الثانيه. يعني الكره الطويله لو اتلعبت هتروح مثلا، هيبقى كان دي الكره الثانيه دايما هم بياخدوها وبيبدا عمليه الاستحواذ. ودايما الحته دي اللي بنتكلم عليها ان هم بيكونوا قريبين حتى من ان هم يعملوا هجمه، مش هجمه مرتده لكن قريبين من التلت الهجوم.